السيسي يواجه باستمرار تطوير أنشطة صندوق تحيا مصر في العديد من المجالات. السيسي يؤكد في ذكرى نصر أكتوبر أن مصر انتقلت إلى نهج التنمية الشاملة. وكبار القادة العسكريين الأمريكيين يدخلون حجراً صحياً ذاتياً بعد إصابة ضابط كبير بكورونا. منتصف ليلة القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا. أما بداية هذه النشرة فستكون مع الزميل باسم طبانة. باسم أهلا بك وإليك. أهلا بك ليلاس، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة مع تبسيط الإجراءات المستندية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية ونائب وزير المالية للخزانة العامة. وفي اجتماع آخر مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وجه الرئيس السيسي باستمرار تطوير أنشطة صندوق تحيا مصر في مجال الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والتنمية العمرانية والتمكين الاقتصادي ودعم التعليم والتدريب ومواجهة الكوارث والأزمات وغيرها من المجالات التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين من كل النواحي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة مع تبسيط الإجراءات المستندية واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط. كما وجه السيد الرئيس بأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إلكترونيا بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة. وقد استعرض السيد وزير المالية أهم الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجستية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجيا حتى الانتهاء منها خلال العام القادم. كما عرض الدكتور محمد معيط المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني، فضلا عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. الاجتماع تناول استعراض أنشطة صندوق تحيا مصر والخطط المستقبلية لمشروعاته. وقد استعرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل النشاط والدور المحوري الذي اطلع به الصندوق خلال السنوات الماضية كمعاون لجهود الدولة في كافة المجالات وقاطرة للعمل المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والخدمات المجتمعية
الزراعية الشاملة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات، فضلا عن استخدام أدوات مرنة وحديثة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار تطوير أنشطة صندوق تحيا مصر في مجال الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والتنمية العمرانية والتمكين الاقتصادي ودعم التعليم والتدريب ومواجهة الكوارث والأزمات وغيرها من المجالات التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين من كافة النواحي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه من وطن حر تحت السيادة الوطنية لا يقبل خضوعا ولا مهانة. وبمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أكد الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل عازمون على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد وعقد لن ينفرط أبداً. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأطماع التي تحيط بمصر لم تنتهي، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تكون عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة. شعب مصر العظيم، لا يخفى عليكم أن الأطماع في مصر لم تنتهي، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل. وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجاز يشهد به العالم لنا. فالحفاظ على أمن وطن كبير بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب لهو بلا شك أمر يستوجب منا التوقف أمامه، باعتباره شاهداً على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قوته المسلحة ومؤسسات دولته لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة، باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر. وأؤكد لكم أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أن الأمة المصرية قادرة على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، مشيرا إلى أن استخدام القوة في استرداد الحقوق من أهم الدروس التي تعلمناها من حرب أكتوبر المجيدة. فلقد علمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين. تعلمنا أيضاً أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها. إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختباراً حقيقياً لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة. بل لم يقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر وتبعث في نفوس المصريين جميعاً روحاً جديدة
تتسم بالإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات. كما وجه الرئيس السيسي التحية إلى جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر ورفع راية الوطن، كما تقدم بالتحية أيضا إلى الرئيس السادات بطل الحرب والسلام صاحب قرار العبور العظيم. فتحية إلى جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر ورفع راية الوطن على ترابه المقدس وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ، وتحية إلى بطل الحرب والسلام صاحب قرار العبور العظيم الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان وعزيمة الرجال، وتحية إلى كل أم مصرية غرست في أبنائها عقيدة راسخة وهي أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن، وربطت على قلبها صبراً وإيماناً، وسلاماً إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض مصر الطاهرة وقدموا لأجيال تأتي من بعدهم القدوة والمثل في التضحية والفداء. وتحية إلى رجال القوات المسلحة المصرية الذين يرابطون الآن في كل بقعة من أرض مصر مع إخوانهم من رجال الشرطة ليحفظوا لمصر أمنها وأمانها واستقرارها. كما تعهد الرئيس السيسي بمواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدما في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام، مؤكدا أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد ستبقى عيدا لكل المصريين. ونحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدما في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام. الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر، ستبقى ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عيدا لكل المصريين، تخليدا لقوة إرادتهم وصلابتهم، لكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة والتي سطرت ملحمة وطنية خالدة في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده. وستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار وبطولاتهم وتضحياتهم الغالية خالدة في وجدان مصر ودافعا لنا لمزيد من العمل والتقدم لصنع المستقبل الذي يتطلع إليه شعبنا العظيم. قالت السيدة انتصار السيسي إن يوم 6 أكتوبر هو أحد أعظم وأمجد أيام مصر في التاريخ. وفي تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي قالت السيدة انتصار السيسي إن نصر أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا، بل كان مثالا على تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة لرد الاعتبار واستعادة الأرض وتحقيق السلام، داعية بالرحمة لكل أبطال مصر ممن رووا بدمائهم تراب سيناء المقدس دفاعا عن الوطن. هذا وحقق نصر 6 أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن بما قدموه من تضحيات وبطولات. تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ذلك اليوم الذي يمثل نقطة مضيئة ناصعة في تاريخ الشعب المصري والعسكرية المصرية. جميع تقديرات جميع أجهزة مخابرات العالم
أنه ليس في مقدور مصر أن تقوم بما قامت به في أكتوبر 73. ويمكن أطلقوا عليها البعض ممن حاولوا قيموا ما تم في أكتوبر 73 ثلاث كلمات، قالوا الإنجاز والإعجاب بكل معانيه العسكرية والتكتيكية والاستراتيجية بيدرس في جميع أنحاء العالم كدروس مستفادة. نجحت مصر بعد ثورة 30/6 زي ما في تنمية اقتصادية وتنمية إنشائية، في تنمية القوات المسلحة، بقى في قاعدة محمد نجيب، بقى في حاملات الطائرات، قاعدة برنيس، كل ده للدراسة الدقيقة إن في قوات كارهة لمصر، ولو لم تكن القوات المسلحة المصرية بهذه الحجم بهذه القوة كان المنظر هيتغير جدا جدا، وكنا هنبقى مطمع لكل من تساوي الله نفسه أن يفرض الإرادة على مصر. لم تكن حرب أكتوبر مجرد معركة عسكرية، بل كانت اختبارا تاريخيا حاسما لقدرة الشعب المصري على أن يحول حلم التحرير وإزالة آثار العدوان إلى حقيقة. الدولة بتنفذ مهمها بقوة الدولة الشاملة الخمسة، السياسية الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعسكرية. مصر حققت بالعمل العسكري وأجبرت إسرائيل تنصاع وقالت سيبوا لنا القوات ترجع، واللي انتوا هتعملوه عايزينه هنعمله، مفيش عدوان مفيش عدوان، تمضوا على حدود تمضي على حدود. مصر حققت استعادة أرضها بقوة الدولة الشاملة. المصريين ذكروا نقاط ضعفهم كويس قوي قوي. المصريين بصوا في عينين القيادة سواء عبد الناصر رحمة الله عليه أو عين أو أنور السادات، ولقوا فيه مصداقية شديدة وفيه إجراءات. هم المصريين مش عارفين إيه اللي بيتم كلهم، إنما اللي بيدير المعركة بيدير المعركة. ما هي معركة مش 6 أكتوبر بس، المعركة ابتدت من عبد الناصر، وقف قدام الدنيا وقال إنما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. ولأن ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، بدأت مصر في إعادة بناء جيشها على أسس مهنية منضبطة استعداداً لمعركة الكرامة. وأثبت المصريون للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة. من رحم الهزيمة يولد النصر، ده خلاصة حرب 73. احنا في 5 يونيو 67 تعرضنا لهزيمة ما كان الجيش المصري ليستحقها، لأن بكل ثوابت التاريخ الجيش المصري صدرت إليه الأوامر بالانسحاب قبل أن يرى أي جندي مصري جندي إسرائيلي. مجرد ما تمت الضربة الجوية صدر القرار من قائد العام القوات المسلحة أو القوات المسلحة المصرية بالانسحاب من سيناء، فلم يرى جندي مصري الجندي الإسرائيلي قدامه، وتعرضنا لهزيمة ما كنا نستحقها. لقد حقق نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وجسد أصالة شعب مصر وقوته المسلحة وعظمة ولائهم لوطنهم. حرب قيمت من قبل العالم من الحروب ذات المعجزات العالية. ليه؟ مش عشان تدمير كذا دبابة، واحد فرد ضرب كذا دبابة أو البطولات الفردية، لا، عشان العمل الجماعي. العالم بره بيقيم العمل الجماعي. فحرب أكتوبر كان اسمها حرب الأسلحة المشتركة الحديثة، ودي كانت نتاج فكر استخدام الدروس المستفادة من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. هكذا سيظل نصر 6 أكتوبر مبعث اعتزاز وفخر، وستظل ذكريات وبطولات النصر تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، توضح وتظهر مدى عبقرية وشجاعة المقاتل المصري. جهود كبيرة تقوم بها الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة في أرض سيناء الغالية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات. المزيد في سياق العرض التالي. وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم تنمية سيناء على رأس أولوياته، إيمانا منه بأهميتها الاستراتيجية، وعرفانا بتضحيات أهالي سيناء المستمرة عبر التاريخ. وتنفيذا لتلك الرؤية سابقت الدولة الزمن لتنفيذ عدة مشروعات تنموية عملاقة في كافة المجالات،
من بينها تنفيذ الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، وهي أنفاق تحيا مصر بالشمال الإسماعيلية، وأنفاق الثالث من يوليو جنوب بورسعيد، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، والتي تعتبر شرايين حياة جديدة لربط سيناء بكافة أنحاء مصر، وذلك بالتزامن مع استكمال منظومة الكباري العائمة والتي تنتشر على طول المجرى الملاحي لقناة السويس لخدمة المناطق السكنية والتجارية والحيوية بين الشرق والغرب. كما تم العمل على إنشاء شبكة واسعة من الطرق شملت إنشاء 26 طريقاً بأطوال بلغت 2022 كيلومتراً. وفي مجال البنية التحتية فتم تطوير مطار البردويل الدولي بوسط سيناء للأغراض المدنية، بالإضافة لتطوير مطار العريش الدولي، وجاري العمل حالياً على تطوير ميناء العريش البحري ورفع كفاءته ليضاهي الموانئ البحرية الأخرى على ساحل البحر المتوسط. وعلى مستوى المشروعات السكنية، اتجهت الدولة لإنشاء مدن سكنية جديدة وتزويدها بكافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، مثل مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة. كما تم إنشاء تجمعات عمرانية مصممة على أحدث التقنيات شمالاً وجنوباً. وفي مجال المنشآت التعليمية، تم إنشاء جامعة الملك سلمان ولها 3 أفرع في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، بالإضافة لجامعة العريش. هذا بالإضافة لإنشاء العديد من المدارس الجديدة والمعاهد الأزهرية ورفع كفاءة المدارس الحالية. أما على مستوى الصحة، فتم رفع كفاءة وتطوير عدد من المستشفيات المركزية والوحدات الصحية ووضع حجر الأساس لأخرى جديدة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة عدد من نقاط الإسعاف مع توفير عدد كبير من الأجهزة والمستلزمات الطبية. وفي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، تعمل الدولة على زيادة الرقعة المزروعة في سيناء، خاصة بعد الانتهاء من صحارة سرابيوم ومشاريع معالجة مياه المصارف، بالإضافة للمياه المتوفرة من ترعة السلام، كما أنشأت الدولة العديد من محطات تحلية المياه والأبار. وفي مجال التنمية الصناعية، فتضمنت تطوير مصنع العريش للأسمنت، فضلاً عن إنشاء مجمع لإنتاج الرخام بالمليز والجفجافة، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح، وكذا تأهيل تجهيز البنية الأساسية للعديد من المصانع. كما يجرى العمل في مشروع تنمية شرق بورسعيد، وإنشاء أرصفة بحرية، ومناطق لوجستية، ومزارع سمكية. وعلى المستوى الرياضي، فتم إنشاء المدن الشبابية بجنوب وشمال سيناء، والصالة المغطاة بالعريش، والتي تعد من أحدث المشروعات الرياضية العملاقة في شمال سيناء. هذا وواصلت محافظة شمال سيناء احتفالاتها بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر، وقام المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة يرافقه عدد من المسؤولين بافتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير العريش. كما أعلن المحافظ أن المرحلة الأولى من المشروع شملت رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه. وأضاف المحافظ أن مشروع تطوير المدينة تأتي ضمن مقترحات الخطة الجديدة لجهاز تعمير سيناء باعتمادات تصل إلى 150 مليون جنيه لتنفيذ عدة مشروعات في مختلف القطاعات. المشروعات اللي تم افتتاحها كلها مشروعات خدمية بتهم المواطن. احنا النهاردة افتتحنا نوعين من هذه المشروعات الخدمية، مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع يعني خدمة تحركات إذا جاز التعبير نقدر نقول. فاحنا افتتحنا النهاردة محطة رفع في منطقة كرمة بنجيلة، وفتحنا محطة تحلية مياه البحر في منطقة الريسة. هذه المحطة السعة بتاعتها 5000 متر مكعب في اليوم، ودي معمولة معونة أمريكية. النوع الثاني من الافتتاحات، عملنا افتتاح لخمس ميادين رئيسية. الميادين الرئيسية نوع منها بيرمز إلى الشهداء، وده كان عملنا ميدان الكتيبة، ميدان شهداء الكتيبة 103 صاعقة اللي استشهد فيها الشهيد أحمد منسي، وقبل منه القائد بتاعه كان قائد الكتيبة بتاعه رامي حسنين، ودي استشهد فيها
هذه الواقعة 23 شهيد من الكتيبة 103. عشان كده احنا بنخلد هذه الذكرى، وكانت مناسبة سعيدة ان يبقى موجود افراد من الكتيبة 103 صاعقة عشان يشوفوا مدى تكريم الدولة لهم ولزملائهم اللي استشهدوا. ميدان اللي بعد كده ميدان القاهرة، ثم ميدان مسجد النصر، وده طبعا مسجد النصر ده أكبر مسجد موجود عندنا في شمال سيناء، ثم الميدان الرئيسي الكبير اللي هو سنتر الداون تاون عندنا وهو ميدان السادات. وهذا الميدان بينقل حركة المرور من وسط المدينة إلى الشرق والغرب. جهاز تعمير سيناء السنة دي قدم لشمال سيناء هدية في أعياد النصر، وهي افتتاح الميادين. افتتاح الميادين كان دي مرحلة أولى من تطوير مدينة العريش، وبتتكون من 5 ميادين والشوارع الرابطة والمحاور الرئيسية الرابطة بينهم. أول ميدان اللي احنا فيه ده سعادتك اللي هو ميدان المينا سابقا، ولكن هو دلوقتي ميدان شهداء الكتيبة 103 صاعقة، تخليدا لما بذلوه من غالي ونفيس من أرواحهم، ويعني أصبحوا شهداء عند الله سبحانه وتعالى دفاعا عن الوطن وعن مصر الحبيبة، ضد الإرهاب وضد أي معتدي على أرض مصر الحبيبة. فإحنا بنخلد ذكراهم بلوحة جدارية، حاجة بسيطة لتخليد ذكراهم، لتظل نبراس لكل الشباب وكل المواطنين ليعرفوا أن في البلد دي فيها ناس بتحبها وفيها ناس بتضحي عنها عشانها. الميدان الأولان ده الميدان الكتيبة شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالمحاور الرابطة حتى الديوان العام وحتى نهاية سور نادي القوات المسلحة، وبإذن الله بعديها بنكمل شارع الفاتح من أول الميدان اللي احنا واقفين فيه سعادتك حتى نربط بميدان الساعة اللي هو أصبح ميدان الشهداء، ليخلد ذكرى الشهداء المدنيين زي ما خلدنا شهداء العسكريين، وبرضو تخليدا لذكرى شهداء المواطنين، لأن الشعب قيادة وشعبا وجيشا وشرطة ملتحمين مع بعض في دحر الإرهاب إن شاء الله. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر، وتنفيذا لقرار الجمهورية رقم 553 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو، قام قطاع السجون بالإفراج بالعفو عن 2081 نزيلا، من بينهم 259 إفراجا شرطيا. ويأتي ذلك في إطار تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. الحمد لله، وانا بحمد ربنا ان انا طلعت عفو 6 اكتوبر. مش عارفه، انا فرحانه جامد ومبسوطه ان انا خارجه عشان خاطر بنتي وعشان خاطر ان انا اربيها وان انا ابدا حياه جديده معاها وان شاء الله. بكلمات بسيطه عبرت احدى نازلات السجون عن فرحتها بالافراج عنها، فهي واحده من ضمن 2081 نزيلا على مستوى السجون المصريه، شملهم قرار رئيس الجمهوريه رقم 553 لعام 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر. يتم الإفراج عنهم بالتزامن من كافة السجون في ظل إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا. عندي 4 أولاد ومبسوطة قوي قوي إن أنا خارجة لهم، وأكيد هم مبسوطين والفرحة مستعانة. والنهاردة يوم بالنسبة لي لسه مولود من جديد يعني، وبشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من بين المفرج عنهم هناك 259 نزيلا إفراجا شرطيا، وقد اجتمعت اللجان المختصة بقطاع السجون للاطلاع على أوراق النزلاء وتحديد مستحق الإفراج بالعفو والإفراج الشرطي، لينزل القرار على هؤلاء بردا وسلاما، فهي فرصة لاجتماعهم بذويهم مرة أخرى بعد مدد متفاوتة من العقوبة قضوها خلف القضبان استوعبوا فيها الدرس جيدا. والسعادة دي الواحد مش عارف يقول لكم السعادة، لأن طلع العيال وطلع الأهل وطلع الناس، وإن شاء الله إن شاء الله مش هنرجع للطريق ده تاني. يودع المفرج عنهم السجون حيث لا رجعة مرة أخرى إليها،
فقد تم تأهيلهم وإصلاحهم في انتظار تلك اللحظة في ظل رعاية اجتماعية وطبية ومعيشية تم توفيرها لهم داخل السجون وفقا لأحدث الأسس العقابية التي تنتهجها وزارة الداخلية لإصلاح النزلاء. تعلمت حاجات كتيرة بصراحة يعني من السجن، اللي أنا يعني أعمل أكلات وأعمل حاجات كتيرة، واستفدت كتير يعني من السجن بصراحة. في اهتمام لينا ورعاية طبية والمكتبة والمعيشة وكل حاجة كويسة، والمستشفى فيها تجهيزات لكل حاجة، وفي اهتمام عشان خاطر فيروس كورونا. دخل السجن الرعاية كويسة جدا، ويعني مش ناقصنا أي حاجة، أكل تمام مفيهوش أي حاجة، حتى الرعاية الطبية مستمرة عندنا، دكاترة يعني كل يوم كشوفات، اللي عايز يكشف بيطلع، محدش ناقصه أي حاجة في السجن. ويأتي الإفراج بالعفو والإفراج الشرطي تنفيذا لسياسة وزارة الداخلية التي تعتمد على التوسع في الإفراج بالعفو لمستحق الإفراج لاعتبارات اجتماعية وإنسانية وانضباطية، وتطبيقا لمفهوم السياسة العقابية الحديثة في الإصلاح والتأهيل. نظمت دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية بالذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وقام بإحياء الحفل طلاب مركز تنمية المواهب على مسرح النافورة بدار الأوبرا. كما تضمنت الاحتفالية باقة من الأعمال الغنائية التي شكلت جانبا من الوجدان الوطني للشعب المصري. هو بمناسبة 6 أكتوبر احنا بقالنا شهر بنجهز للحفل، وعندنا ده فصلين بس من فصول الموسيقى العربية. طبعا احنا عندنا فصول عديدة، يعني عندنا تقريبا 17 فصل متنوع. الفصول المشاركة النهاردة شباب وبنات في الموسيقى العربية، وأطفال، فصلين من الأطفال المواهب عندنا، وفصول الباليه. احنا عاملين برنامج ما قبل 73 و73 والإنجازات اللي حصلت. واصلت مصر إرسال خطوط إنتاج الخبز النصف آلي الميداني للأشقاء في جمهورية السودان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجاوز أزمة السيول الأخيرة التي ألمت بالسودان. استكمالاً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمساندة الأشقاء في جمهورية السودان لتجاوز أزمة السيول الأخيرة التي ألمت بالسودان، واصلت مصر إرسال خطوط إنتاج الخبز النصف آلي الميداني، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية في رحلتها الخامسة متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، ومحملة بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية المتطورة والمقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة. وعملت القوات المسلحة على تجهيز خطوط الإنتاج وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، فضلا عن معدات توليد الكهرباء، وذلك لتوفير الخبز بأعداد كبيرة وبجودة عالية والمساهمة في سد الفجوة الغذائية بجمهورية السودان الشقيقة. وتعد مساندة مصر للأشقاء في السودان تأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
واصل دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاته للتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات، وذلك بلقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عبر تقنية الفيديو. هذا وأكد مدبولي خلال اللقاء أهمية المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في نطاق محافظاتهم، مع أهمية الوقوف على مدى الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذها. هذا ووجه رئيس الوزراء خلال لقائه محافظ أسيوط بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا عبر الفيديو مع محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي لبحث آليات التغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات المتعثرة بالمحافظة. ووجه رئيس الوزراء بحل مشكلة مشروعات 12 محطة للمياه الشرب بالمحافظة نظرا لوجود فروق في الأسعار عند تنفيذها، على أن يتم مراعاة التنسيق بين وزيري الكهرباء والإسكان لحل هذه المشكلة. في هذا الصدد أكد محافظ سوهاج حرصه على متابعة المشروعات المتعثرة في القطاعات الخدمية المختلفة من أجل العمل على حلها، سواء في الإسكان أو في قطاع الصحة أو الكهرباء أو في قطاع الطرق والمرافق وغيرها. هذا واطمأن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال تقرير تلقاه من أمانة الشؤون الطبية لمجلس الوزراء. وأكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة الدورية للجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا مع الجهات المختصة، وذلك لتأمين احتياجات المواطنين من هذه الأدوية. أعلنت وزارة الخارجية أن وزير الخارجية سامح شكري يشارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي للتباحث بشأن تأثيرات جائحة كورونا على الدول الإفريقية وسبل مواجهتها. وهذا وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد، أعلنت رسميا القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. واشتملت القائمة اللانهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب على 4032 مرشحا بنظام الفردي وثمانية قوائم بنظام القائمة. ووفقا للجدول الزمني لانتخابات البرلمان، فإن آخر موعد لتقديم التنازلات الساعة 7 مساء غدا الأربعاء، ويتم نشر التنازلات في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بعد غد الخميس. أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم حرص الدولة على مساعدة المصريين العائدين من الخارج والذين تضرروا من جائحة كورونا. وفي مقابلة خاصة مع برنامج المواجهة، أوضحت مكرم أن الوزارة أطلقت مبادرة نورت بلدك للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج، تمهيدا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم. الدولة مش بس بتراجع أبنائها، إنما بتشوف كمان إيه احتياجاتهم. ودينا اتكلمنا عن الدارسين في الخارج، إنما العمالة المصرية في الخارج كان مهم جدا إنه الدولة تهتم بالعائدين. عشان كده عرضت أنا وزميلتي العزيزة وزيرة التخطيط على دولة رئيس الوزراء إن إحنا لابد من إن إحنا نسجل بيانات اللي راجع لنا من العمالة المصرية في الخارج، عشان نقدر نساعد. لازم نعرف هم مين، بمعنى هو جاي لي من كانوا محافظته ايه،
بيشتغل ايه؟ راجع باسرته كلها ولا كان هو هناك لوحده؟ هذه البيانات لابد ان احنا نجمعها عشان نقدر نفيدهم ونقدر ان احنا ايضا نجد لهم المكان المناسب عشان يقدر يا اما يلاقي فرصه عمل يا اما ان هو يستثمر. هو مش عايز يشتغل وعايز بمدخرات اللي هو رجع بيها يستثمر، فلابد ان احنا نلبي هذه الاحتياجات. طيب نعمل الاستماره، استماره البيانات دي ازاي؟ مش عايزين نخوف المواطن، مش عايزين نقول له احنا عايزين بياناتك، لانه عاده المواطن المصري في الخارج بيبقى مش عايز يضلي ببياناته، فسميناها نورت بلدك، عايزين نطمنه، عايزين نقول له ان هذه الاستماره موجوده عشان تساعدك. وزعنا هذه الاستمارات في كل الاماكن اللي كان فيها الحجر وكان فيها العزل، ولما اتلغت الاماكن نزلنا هذه الاستماره على الموقع الالكتروني لوزاره الهجره، وابتدت الناس طبعا تضلي ببياناتها وترسل لنا بياناتها. اشتغلت مع وزاره التخطيط، اشتغلت مع وزاره التجاره والصناعه، لانه ايضا جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه كان ليه دور كبير جدا في ان احنا نقدم القروض ونقدم المشروعات الصغيره اللي بيها هذا العامل يقدر ان هو يكمل مسيرته على أرض الدولة. أذاعت قناة الجزيرة القطرية والأذرع الإعلامية المعادية للدولة تقريرا حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المتهمين في قضيتي أحداث مكتبة الإسكندرية وأجنادي مصر. وقد شابه هذا التقرير الكثير من المعلومات المغلوطة في إطار التزييف المتعمد للحقائق، حيث روج التقرير إلى أن مصر تنفذ أحكام الإعدام بحق مسجونين سياسيين، وهو أمر عار تماما من الصحة، حيث لم يشر إلى القضايا التي تمت إدانة المتهمين فيها، وهي قضايا إرهاب وعنف ضد الشعب المصري. قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن كبار القادة العسكريين الأمريكيين سيدخلون حجرا صحيا ذاتيا بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة نائب قائد قوات خفر السواحل بفيروس كورونا. وكشفت قوات خفر السواحل في وقت سابق أن الاختبارات أثبتت إصابة الأميرال تشارلز ري نائب قائد خفر السواحل بالفيروس. وكان ري قد حضر اجتماعا الأسبوع الماضي مع قادة الجيش، ومن بينهم الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، والذي دخل الأخير في الحجر الصحي الذاتي رغم أن الفحوصات أثبتت سلبية نتائجه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتطلع للمناظرة المقررة أمام جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأسبوع القادم. وفي تغريدة له على تويتر أشار ترامب إلى أنه يشعر بأنه على ما يرام في أعقاب أول ليلة له في البيت الأبيض بعد أن دخل المستشفى للعلاج من كورونا، لافتا إلى أنه يتطلع إلى مناظرة بايدن مساء الخميس 15 من أكتوبر في ميامي. وجه مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الأمريكية جو بايدن انتقادات لمنافسه الرئيس دونالد ترامب بسبب تقليله من خطورة فيروس كورونا على الرغم من إصابته به. وقال بايدن خلال خطاب في إطار حملته الانتخابية في ميامي إن رسالة ترامب كانت يجب أن تركز على ضرورة ارتداء الكمامات والاستماع إلى آراء الأطباء والعلماء وأخذ فيروس كورونا على محمل الجد. حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من استغلال الرئيس دونالد ترامب فيروس كورونا في أي معارك سياسية. وقالت بيلوسي إنها تأمل بأن يكون الأطباء هم من اتخذوا قرار مغادرته للمستشفى، مشيرة إلى أن بروتوكول اختبار الكشف عن كورونا في البيت الأبيض غير ناجح. نظم مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ندوة تحت عنوان التدخلات التركية في الشرق الأوسط وآثارها على السلم العالمي. وناقشت الندوة التدخلات التركية في ليبيا وآثارها على السلم العالمي والاستفزازات في منطقة الشرق المتوسط،
من جانبه أكد عبد الرحيم علي رئيس المركز أنه لا يجوز الفصل بين تدخلات تركيا وحلم أردوغان بالخلافة ومحاولة السيطرة على أوروبا. قالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقلص الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة، ما يجعل محاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من أي وقت مضى. وألقت المفوضية الأوروبية باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي على الإفراط في مركزية السلطة الرئاسية لأردوغان، مشيرة إلى أن تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية، موضحة أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وصلت لطريق مسدود. دعا المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الضغط على تركيا لوقف استفزازاتها ضد اليونان. وقال بايدن إنه يجب الضغط على تركيا للامتناع عن أي أعمال استفزازية أخرى في المنطقة ضد اليونان، بما في ذلك التهديد باستخدام القوى لإفساح المجال أمام الدبلوماسية للنجاح. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة نورديك مونيتور عن أن عضوا بارزا في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية نظير تسهيل إبرام الصفقة التي سمحت بنشر القوات التركية في قطر عام 2015. هذا ونشرت الصحيفة على موقعها نسخة من الوثيقة الاستخبارية السرية والتي حصلت عليها. وبحسب المعلومات، فإن العضو بالحزب الحاكم التركي تواصل مع ضابط مخابرات قطري قبل أسبوع من جلسة لجنة الشؤون الخارجية التركية لتمرير القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر. أعلنت شركة إنشاءات تركية أنها أوشكت على الانتهاء من مشروع لإقامة مجمع قصور فارهة لصالح أسرة آل ثاني القطرية شمال غرب تركيا. وأوضحت صحيفة زمان التركية أن المشروع يقام على مساحة 10,000 متر مربع ويضم مبنى ديوان ملكي ومبان للموظفين ومبان أخرى، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 75% من المشروع.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 11 حالة وفاة. وأشار دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إلى خروج 51 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97,449 حالة. وننتقل إلى الأردن، والذي فرض حظر التجوال الشامل في كل أنحاء المملكة يومي الجمعة والسبت القادمين لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة أنباء الأردن عن مدير خلية أزمة كورونا بالبلاد أنه سيتم تكرار فرض حظر التجول خلال الأسابيع القادمة وحتى إشعار آخر، حيث لن يسمح للمواطنين بالخروج بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية، ويستثنى من الحظر الشامل الكوادر الصحية وفرق التقصي الوبائي، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الأربعاء سيتم نشر كوادر القوات المسلحة الأردنية في جميع محافظات المملكة، وسيتم مراقبة المناطق التي تزداد بها الإصابات، وسيتم تنفيذ العزل وحظر التجول الشامل فيها الأسبوع بأسبوع أو أسبوعين. ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 7,436,278 حالة منذ ظهور المرض فيها. وقالت المراكز الأمريكية إنه تم تسجيل 39,548 إصابة جديدة بكورونا، فيما تم تسجيل 361 حالة وفاة، لترتفع عدد حالات الوفاة جراء الوباء إلى 209,560 حالة. ونذهب إلى فرنسا، التي سجلت 10,000 إصابة و489 جديدة مؤكدة بفيروس كورونا. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 634,763 حالة. وفي أخبار الطقس، مشاهدينا، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارا معتدل إلى لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة والصعيد. بأخبار الطقس، مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. السيسي يوجه باستمرار تطوير أنشطة صندوق تحيا مصر في العديد من المجالات. السيسي يؤكد في ذكرى نصر أكتوبر أن مصر انتقلت إلى نهج التنمية الشاملة. و
وكبار القادة العسكريين الأمريكيين يدخلون حجرا صحيا ذاتيا بعد إصابة ضابط كبير بكورونا. إذن بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة مشاهدينا، قدمناها لحضراتكم ليلاس كافوزي وباسم طبانة. وفي النهاية نحيط علم سيادتكم بأن تردد قناتنا الجديد هو 12303، ومعدل الترميز هو 27500، ومعامل الاستقطاب أفقي. شكراً لكم.